اقتصاديا، كشف مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء عن بلوغ مجمل ديون العراق نحو 20 مليار دولار، مبينا أنها تسدد وفق جداول زمنية ولها تخصيصات في الموازنة العامة. وأوضح صالح أن الديون تعود إلى ما قبل عام 1990، لافتا الانتباه إلى أن الدول التي لم تسوي ديونها مع العراق لما قبل ذلك التاريخ تعد ديونها متآكلة بالتقادم مع مضي 40 سنة عليها، مشيرا إلى أن بعض ديون الخارجية تولدت في أثناء الحرب على داعش الإرهابي.